ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو النهاردة هنتعرف فيه على 10 حقائق عن مكة وفيروز وغزل وصلة قرابتهم بأمنية قوة. بس قبل ما نبدأ الفيديو تنسوش اللايك وشوفوا الفيديو للآخر لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. زي ما قريتوا في العنوان هعرفكم على 3 شخصيات من نجوم قناة محمود الجمل، واللي هما مكة وفيروز وهنعرف مين هما وايه سيرة القرابة مع أمنية قوة. في البداية هنتعرف على مكة. مكة من أصغر اليوتيوبرز اللي بيقدموا محتوى التمثيل في اليوتيوب المصري، واسم مكة الحقيقي هو لميس، واللي سميها باسم مكة هو محمود الجمل قائد فريق الأسطورة، وسميها بالاسم ده من كتر ما بيحب مكة بنت أخوه محمد الجمل والمعروف بلقب برنس مصر. لميس من مواليد عام 2013، بتبلغ من العمر 8 سنين. لميس حاليا بتدرس في الصف الثاني الابتدائي. لميس مصرية وبتعيش في اسكندرية وبالتحديد في المعمورة، وهي من جيران عيلة الجمل ومفيش صلة قرابة مع أمنية قوة. مكة أو لميس من أكتر الأطفال اللي بتشارك محمود الجمل في أفلامه التمثيلية القصيرة اللي بتتكلم عن الجوانب الاجتماعية. لميس عندها أخ اسمه عمر ومعروف بلقب كيمو. ودلوقتي عاوزين نتعرف على الأميرة فيروز. فيروز اسمها بالكامل فيروز أحمد صالح الجمل، وهي بنت اليوتيوبرز أحمد وندى، وفيروز من مواليد 2017 وبتبلغ من العمر 4 سنين. فيروز عندها أخت واحدة واسمها حياة. حياة من مواليد 2019 وعمرها 2 سنين، وبالرغم من صغر سن فيروز إلا أنها شاطرة جدا في التمثيل وبتطلع مع والدها ووالدتها على قناتهم دايما. وأمنية قوة بتكون عمتها الفيروز وعمتها التانية اسمها آيات الجمل. آيات بتكون أم غزل. وخلوني دلوقتي أعرفكم على غزل. غزل اسمها الحقيقي غزل عبد الله. غزل اتولدت بتاريخ 14/12/2014. غزل بتبلغ من العمر 7 سنين، وهي ساكنة في اسكندرية وبالتحديد المعمورة، وبتشارك محمود الجمل في كتير من المقاطع مع الأطفال مكة وكيمو وفيروز وبطة. وأمها آيات عندها قناة اسمها مع آية أحلى، بتطلع عليها غزل دايما وباستمرار. وأمنية قوة بتكون خالة غزل، وللعلم هي خالتها الوحيدة. وبالنسبة لأمنية قوة اسمها بالكامل هو أمنية صالح الجمل. أمنية اتولدت بتاريخ 18/11/2010 وعمرها 11 سنة. أبوها الأمنية متجوز 3 مرات، الأولى اسمها هند والتانية اسمها سماح. سماح هي أم أمنية قوة، والتالتة اسمها إسراء. أمنية عندها أخت غير شقيقة أكبر منها اسمها آيات، وعندها 3 إخوات غير أشقاء وهم محمود الجمل وعمره 30 سنة، وهو الابن الكبير لعيلة الجمل، ومحمد وعمره 27 سنة ومعروف باسم برنس مصر، وأحمد الجمل وعمره 25 سنة. وأمنية ليها أخ شقيق اسمه فتح الله، وهو أصغر فرد في عيلة صالح الجمل وعمره 2 سنين. ودلوقتي هعرفكم على قناة محمود الجمل اللي بيظهروا فيها مكة وفيروز وغزل. وبدأت قناته في 5/8/2017، وأغلب المحتوى اللي بينزل عليها عبارة عن فيديوهات تمثيلية اللي ليها علاقة بالحياة الاجتماعية اللي بنعيش فيها. واشترك في قناته حوالي أكتر من 4 مليون مشترك وعليها أكتر من 2 مليار مشاهدة، وده دليل على نجاح قناة محمود الجمل بشكل كبير. وهنا خلص الفيديو، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، بنحبكم جدا، مع السلامة.